ادري بتسالوني قد ياي، حوالي كيلو. ضفت كل المقادير هذه مالت الخلطه وراح ابتدي اخلطهم. ترى هذا البقسماط اختياري بس احسن عشان تمسك الكفته تصير احسن. مقادير الصلصه يعني اخلطها لغايه ما تطبخ والسكر يذوب وشوي يعني تكون اكثر ثخانه. هذه الخلطه انطرها شويه تبرد، راح اخذ منها ربع كوب واضيفه على خلطه الدياي واخلطهم مع بعض. ما حطيت ملح لان الصويا صوص يعني الملح اللي فيها إناف، فما راح الحين ابتدي اضيف الصوص واخلطه كله مع بعض ربع كوب. وراح اخلي هذا الصوص اوريكم انا ايش راح اسوي فيه الحين اثناء الشوي وانا اشوي الكفته. اوكي ابتدي اخلط شويه حار. الحين ابتدي اضيف الصوص واخلطه كله مع بعض ربع كوب. وراح اخلي هذا الصوص اوريكم انا ايش راح اسوي فيه الحين اثناء الشوي وانا اشوي الكفته. اوكي ابتدي اخلط شويه حار. مثل ما انتم شايفين كورت خلطه الدياي، كورت كذي سويتها مثل اوتوميت بول وحطيتهم بالعواد الخشبيه حوالي كل اربع حبات. الحين عندي المقلة هذه مطلعه دهنتها بالزيت، زيت نباتي عادي، وراح ابتدي اشوح فيها الدياي واخلي يمي الخلطه عشان راح ادهن الدياي اثناء. حطيتهم اشويهم بالمقلة طبعا الدياي بسرعه يعني يخلص، ما راح اقلبه الحين لا بعد شوي، ولما اقلبه ادهنه بالصوص. بسرعة الدياي ينضج. الحين بهالمرحلة أدهن هالوي هذا الخلطة مثل الصويا صوص والسكر والرايس فينيجر اللي ذكرتها لكم. كل ما أقلبها أدهن من الخلطة عشان تكتسب لون حلو. آخر شيء أصبهم ماعون وراح أزينهم بالسمسم. سلامتكم.